ونسير معكم لنتعرف على ما يدور من أحداث في المراكز العشرة الأولى ابتداء من المقدمة وحتى المركز العاشر. هنا نسير ونتعرف على مقدمة الشوط. نسير معكم لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى المنطلقة في هذه اللحظات وفي هذا المهرجان الكبير. هنا الصدارة نسير معها في هذا الشعار وفي هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. أول المنطلقات وأول شعار يذاع في مقدمة الشوط في هذه اللحظات. هنا المقدمة بنت شاهين ومحماس بن سعيد الشيبة المري على المنطلقات، وأول إذاعة هنا لبنت شاهين. المركز الثاني الحاسمة على ثاني المراكز عبد الله بن مبارك الشامسي يتواجد شعارة على المركز الثاني. المركز الثالث النصيبة نصبت نفسها هنا على ثالث المراكز محمد بن سيف بن عفصان الخيالي. المركز الرابع في هذه اللحظات صوغة على رابع المراكز حمد بن سالم المري في هذه اللحظات. المركز الخامس الظبي ومحمد بن زايد المنصوري، هذه انطلاقة الظبي على خامس المراكز. المركز السادس هنا تتواجد سمحة على سادس المراكز بشعار سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي سابع المراكز، وخطفت سادس المراكز في هذه اللحظات غارة وسيف بن محمد بن زايد الخيارين. ثامن المراكز هنا تتواجد مياسة سعيد بن فلاح بن جابر الإحبابي، وتاسع المراكز هنا شواهين وحمد بن خويتم العامري. عاشر المراكز من هناك هنا هج وعتيق بن زيتون المهيري. إذا أسماؤنا العشرة مع هذه الانطلاقة ومع هذا التحدي ومع متعة هذا السن سن الثنايا وهذه انطلاقة مسافة السرعة مسافة 6 كيلومترات نسير مع آخر سيارات هذا الصباح. يا سلام. إذا المقدمة هناك، المقدمة في هذه اللحظات مع بنت شاهين التي تتواجد وتتربع في هذه اللحظات على مقدمة الشوط محماس بن سعيد الشيبة المري. يا سلام. ثاني المراكز هنا اللي غيرت وانتقلت بدورها إلى مقدمة الشوط الحاسمة هناك عبد الله بن مبارك الشامسي. المركز الثالث هنا تتواجد صوغة على ثالث المراكز وحمد بن سالم المري. المركز الرابع شعار المنصوري شعار نجم الموسم في هذه اللحظات ينتقل إلى رابع المراكز مع الظبي محمد بن زايد المنصوري، انتظروا مفاجأتها. المركز الخامس النصيبة هنا على خامس المراكز محمد بن سيف بن عفصان المنصوري على خامس المراكز، وينتقل هنا إلى رابع المراكز. سادس المراكز غارة على سادس المراكز هنا بغارة جميلة تنتقل إلى سادس المراكز، غارة بشعار سيف بن محمد بن زايد الخيارين ضيف من دولة قطر الشقيقة يشارك في هذا السباق الكبير. المركز السابع نشوى تتواجد وسالم بن سيف بن كليب. ثامن المراكز هنا شديدة سعيد بن سالم بالمر العامري. ثامن المراكز التي انتقلت إلى ثامن المراكز في هذه اللحظات شواهين بشعار بن خويتم حمد بن خويتم العامري. تاسع المراكز شعار بن دري سعيد بن سهيل بن دري الفلاحي هنا على تاسع المراكز. عاشر المراكز سعيد بن هنا تتواجد مياسة وسعيد بن فلاح بن جابر الإحبابي. يا سلام. إذن الانطلاق
والتحدي والإثارة والمتعة تتواجد ويتواجد معها الجميع في عاصمة الميادين بهذا الانطلاق الكبير بهذا التحدي المثير. يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى صدارة الشوط وإلى الانطلاقة وإلى التحدي. هناك الحاسمة تريد أن تحسم هذا الشوط، تريد أن تعلن الفوز في هذه اللحظات بشعار هنا عبد الله بن مبارك الشامسي. يا سلام، عبد الله بن مبارك الشامسي مع الحاسمة ومع الانطلاق ومع التحدي الكبير هنا الاتجاه المستقيم، الاتجاه المستقيم إلى خط النهاية. وانطلقت الحاسمة يا المنصوري، انطلقت الحاسمة في هذه اللحظات. ثاني المراكز الظبي، اقتربت الظبي، وصلت الظبي. يا سلام، نجم الموسم محمد بن زايد المنصوري ثانيا يتواجد مع الظبي. ثالث المراكز بن شاهين محماس بن سعيد الشيبة المري على ثالث المراكز. المركز الرابع صوغة حمد بن سالم المري، وخامسا شديد سعيد بن سالم بالمر العامري. خلاص الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، والظبي، الظبي على مقدمة الشوط، الظبي ونجم الموسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يتواجد مع الظبي. يا سلام، صوغة قادمة حمد بن سالم المري هنا على ثاني المراكز، وثالث المراكز غيوم علي بن حمودة الظاهري، ورابع المراكز انتقلت إلى ثالث المراكز شعار سيف بن مسفر الحميمي هنا مع حربة. يا سلام، غيرت صوغة، انطلقت صوغة. يا سلام، أعلنت صوغة انطلاقها وهجومها على السيارة، هجومها على خط النهاية، انطلاقها المثير. يا سلام، صوغة وحمد بن سالم المري هنا يعلن بأن هذا الشوط من صالح هذا الشعار ومن صالح صوغة. تهانينا والناموس لحمد بن سالم المري على فوز صوغة، تهانينا والناموس. المركز الثاني حربة سيف بن مسفر العميمي، المركز الثالث هنا وافية مظفر بن محمد بن عضيري العامري، رابع المراكز غيوم علي بن حمودة الظاهري، خامس المراكز هنا توقيتها 9:22، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذا الصباح. المركز الخامس وصلت هنا نصيبة محمد بن سيف بن عفصان الخيلي، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.